في مطالعاتي للصحف كنت أقرأ أخبارا أستغرب لها وأعجب من وقوعها، مثل قتل رجلين من أجل 5 قروش، أو فلاح يضرب جاره حتى يقتله ويقتل دابته التي أكلت من حقله، وأمثال هذه الحوادث. كنت فعلا أتساءل كيف يستباح دم، وكيف يهلك إنسان، وكيف يرتكب امرؤ جريمة قتل من أجل هذا السبب التافه. ثم أدركت من مطالعاتي أيضا في الحياة وفي الكتب أن بعض الناس يفقد أعصابه وقدرته على الأمور، على التحكم في الأمور، بسبب شيء أثاره وجعله يتصرف تصرفا غير معقول. هذا المعنى موجود في الإسلام، وفيه بعض ما ذكرت من أحاديث، والذي أحفظه قول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: إن الشيطان يأس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكنه لم ييأس من التحريش بينهم، أي ربما دخل بينهم بالكلمات النابية وببعض الأشياء التافهة، فثارت معارك واشتعلت حروب ووقعت خسائر جسيمة. ولعل التاريخ العربي فيه هذه المعاني، يعني حرب جساس ومهلهل المعروفة استغرقت 40 عاما من أجل مقتل ناقة، قتل ألوف الناس. ومن حق النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمي العرب من هذا الخلق الضيق الذي يفقدون معه أعصابهم ورويتهم ويفعلون ما لا ينبغي أن يفعل. لكن هل هذه طبيعة العرب وحدها؟ وجدت في كلمات ديل كارنيجي أن هذه طبائع بعض الناس، قد يكونون فرنسيين، إنجليز، أمريكان، قد يكونون يعني حكم على أحد الناس بالإعدام، والإعدام هناك بالمقصلة، سكين يهوي على العنق فيفصله عن الجسد، فإذا بالمحكوم عليه ينظر إلى الجلاد الذي سينهي حياته فيرجوه في شيء واحد، يقول له: أنا في عنقي دمل، فإذا ضربت فابعد عنه واجعل ضربتك بالسكين تنزل في مكان آخر. أي فكر هذا؟ ويحكي أيضا تدليلا من ديل كارنيجي على أنه الصغير قد ينتج عنها الكثير، بيقول: في بلدنا شجرة ظلت 400 عام حتى أصبحت معمرة، صواعق نزلت عليها فلم تقتلعها، ولكن زحف عليها جيش من النمل فأكل الجذع وهوت الشجرة، وأمكن للنمل الصغير أن يفعل ما لا تفعله الصواعق الكبيرة. هو فعلا في طباع الناس شيء من النزق، وقد يحتاج الإنسان وهو ماشي في الطريق لواحد داس عليه فتكون دي سبب في هلاكه. المهم أن يضبط الإنسان نفسه، وأن يملك أعصابه، وأن يكون رجلا واعيا حتى لا تضيع عليه أمور خطيرة بسبب أشياء تافهة. والنبي عليه الصلاة والسلام حريص على العرب. صحيح القرآن قال في التوافه أو في اللمم أنه موضع المغفرة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. لكن كبائر الإثم والفواحش قد يتركها الإنسان لأن العقوبة عليها لائحة ظاهرة، أما الصغائر فإنه يقبل عليها ويستهين بها لأنها تبدو تفاهتها
ولا يخشى من مغبتها، فتكون النتيجة أن هذه الصغائر تجتمع عليه فتهلكه. هذا في التصرفات الإنسانية مع الإنسان وربه. في التصرفات الإنسانية مع الناس بعضهم والبعض الآخر قد تقع أخطاء، وهنا يتدخل العقلاء، يقولون للإنسان إذا أخطأ صاحبك فلا تؤاخذه بكلمة واغتفر له ما وقع منه. ويقول المثل العربي إذا عز أخوك فهن، إذا اشتد فارفق أنت بنفسك، ترفق به في الحقيقة بعد ذلك، لكن كلمة واحدة تطير لا ليس وراءها عقل أو فكر، قد تكون سببا في حريق مستعر، وهذا لا يجوز. ولبشار بن برد كلام في الآداب والأخلاق، يوصي البشر بأنهم يتهاونون مع أصدقائهم ولا يأخذون الكلمة التي آذتهم مأخذا شديدا، بل روح عن نفسك واستبق صديقك. وفي هذا يقول إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لن تلقى الذي لا تعاتبه، ستفقد الناس جميعا. فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فلنكن في داخل هذه النصائح التي تحفظ الود والصداقة وتجعل الإنسان يملك زمام نفسه ولا يجري وراء الكلمات النابية السريعة التي قد تنشأ عنها أمور ضخمة. وفي أبيات العرب، أدب العرب، هذا البيت: إن الأمور صغيرها مما يهيج له العظيم، فوالله إن أحدهم لا يعثر ويده بيد الرحمن. في بعض الناس أصحاب كرامة وأصحاب أخلاق وأصحاب خصال طيبة، لكن يقع منهم أحيانا شيء لا ينتظر من مثلهم، فهل نفضحهم؟ وهل نجري وراءهم نكشف أمورهم للناس، أم نتجاوز عن ذوي المروءات وننسى هذا الذي وقع وهو غريب في سلوكهم ومستبعد منهم ونستر هذا؟ فالواقع أنه عندما ننظر في مسلك شخص فنعمى عن محامده وعن مفاخره وعما قدم للناس من خير وعما ينتظر منه أكثر، ثم نشتمه وننال منه، هذا لا يليق، هذا صغار. ويبقى الدافع هنا مش انك بتنتقم للمصلحة العامة او تجزي سيئة بسيئة، لا، ده انت في نفسك حقد على هذا الشخص تريد ان تنفس عنه بسحب الديل على حسناته وتكبير سيئاته والنظر إليها من عدسة مكبرة، هذا لا يجوز. ما يستطيع المرء أن يجد معصوما. كون الكمال المطلق ليس للبشر، إنما الإنسان يخطئ ويصيب، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. فإذا كنا نخلط أعمالنا الصالحة بالسيئة فلا بد أن نرجو من الله أولا أن يغفر لنا، ونرجو من أنفسنا أو نكلف أنفسنا بأنها تغفر للناس ما يقع منهم من توافه وأخطاء.